طبعا برحب بيك، اكيد اهلا وجودك بيك. معانا فنان يعني مهم، ادوارك كمان بقت كلها مختلفة يعني ومتنوعة. بس انا قبل ما اسالك سؤالي الخاص كمان بالمسرح، لما دخلت الاستوديو وانت قاعد كده بتكلمني بصيت كده في السقف وقلت ياه، ايه اللي افتكرته؟ مشوار ايه المشوار مشوار كبير جدا غير يعني. اللقطات اللي احنا شفناها وخالد علق عليها؟ اللي كان افتكرته هنا في استوديو 10. انا هقول لك يا شوقي حاجه مهمه قوي. حلم اي فنان في جيلي يعني انا خريج معهد الفنون المسرحيه عام 94. حلم الفنان انه كان يعدي من جنب الاستوديو ده، او واحد او اتنين يعني المنطقه، او خمسه. ده كان كل حياتنا في خدوا المد بالكم خالد ولانا، دي كانت استوديوهات الانتاج الدرامي للتمثيل. الضخم، المسلسلات الكبيره اللي كنا ليالي بنشوفه، الحلميه ليالي طلعتني من الحلميه هذا. وحاجات المكان كده. جزء من وعي كل الفنانين، كل الفنانين اكيد. المصريين. هذا المكان يشكل جزء مهم طبعا ومرحله مهمه في هوالين بداياتهم. جاردن سيتي، يعني ايوه انا بفتكر برضه، عمال طبعا. افتكر معاكي اعمال الاستوديو ده كان من اهم الاستوديوهات في الشرق الاوسط. لما زي حضرتك بتقولي انا دخلت، جالي الاحساس حيث البدايه. البداية اللي كان بيبقى فيها شقة وحب، انت بتعملي الحكاية وانت وشغف شقيانة، حلم، انت نفسك طبعا تحققي طبعا. الحلم. فالحلم كان بيبدأ من هذا المكان.